كان يا مكان عميقا في الغابة، قرية مخفية تعيش فيها كائنات صغيرة تطلق على نفسها اسم السنافر. كانوا يحبون الخير. كان هناك أيضا شرشبيل المشعوذ البغيض، كان شريرا. أكره السنافر، سأقضي عليكم ولو كان هذا آخر عمل في حياتي. سأقبض عليكم، سأجد قريتكم يوما، سوف تندمون. الغابة ما زالت هناك، فإذا أنصتتم لربما سمعتم صوت شرشبيل، وإذا نظرتم جيدا لربما لمحتم السنافر. أزال، أفضل الجزء المتعلق بالوجبة. انتبه أكل. ها؟ بدأت أحب هذه اللعبة أكثر فأكثر. سألتقطها. التقطتها. مهلا لحظة، هذه ليست كرتنا. كرة باللورية، ألوانها المسنفرة. رائعة، لقد اشتهيت أكلها. لنأخذها إلى القرية. فكرة جيدة، كاد وقت العشاء يقترب. لقد وقعوا في الفخ. استمعوا إلي يا أقزامي، قريبا سنحكم العالم العلوي كما نحكم العالم السفلي. لكن الدروع الواقية من الشمس ليست جاهزة ولا يمكننا المواجهة. ونحن قليلون لنعمل على هذه الدروع وندع الحطب في النار. لا تقلقوا، قريبا سنحصل على العديد من الخدم الصغار الزرق لمساعدتنا. أوه بابا سنفور، لا أشعر أنني بخير، هل انتهى أمري؟ لا، فقط أكلت كثيرا. أظن أنني أكلت الكثير من الجوز أو ثمر السنافر أو ربما فطر الغابة أو البصل البري أو ربما بسبب بذور دوار الشمس أو... توقف يا عكول، ستجعلنا نمرض. أنا أكره المرض. ارتح جيدا الآن وسأسنفر لك وصفة منزلية لتشفيك. حسنا بابا سنفور. لن أكل مجددا أبدا. حسنا، ربما ليس أبدا. خذ يا أكول، احتفظ بهذا، قد تبهج يومك. شكرا لك يا شاطر. ما هذا؟ وكل الأشياء الطيبة التي حلمت بها. سأتذوقها. أهلا أيها الخادم. خادم، مهلا، من تكون وماذا ستفعل؟ هي أكول، معي شيء سيجعلك تشعر بتحسن. هذا أنا أكول، ولكن أين أنت؟ يوهو أكول. واو، ما هذه؟ مهلا، إنها تشبه المرآة لكنها أفضل. مغرور أكول، ما الذي تفعله هنا؟ بل ما الذي أفعله أنا هنا؟ هيا إلى العمل. أجل، حاضر سيدي. حاضر سيدي. هذا الحساء سيجعل أكول يشعر بالتحسن. غريب، لا أجد سنفورا في أي مكان. أين سنفور فلاح؟ هيا، على قوي أن يكون الآن يقطع الحطب. ياو، كما أن سنفورة لم تنهي الدهن بعد، لكن أين هم سنافري الصغار؟ أوه، انظروا هنا، هذه أنا محاطة بالأزهار، وهذه حديقة أحلامي. لا، هذا أنا، وأنا أقوى من أي وقت مضى. أعترف بأن هذه أكبر محاصيل حلمت بها يوماً. ما إن يلمسون كرة البلور هذه حتى نحصل على المجموعة كلها منهم. مهلا، دعوني أرى. لا تكن أنانيا. أنا أريد أن أرى. أنا أيضا أريد أن أرى. تراجعوا يا سنافر ودعوا أكول يتنفس.
لكن أين هو أكول؟ وماذا تفعل هذه الكرة البلورية هنا؟ أنا وجدتها بابا سنفور، أليست رائعة؟ يمكنك أن ترى فيها أجمل أحلامك. أوه، حسناً، الأحلام مهمة من دون شك، لكن من دون اجتهاد نادراً ما تتحقق الأحلام. والآن عودوا جميعاً إلى أوه، عجباً، هذا أنا. أجل، أنا قائد بالفطرة. هيا يا سنافر، المسوها المسوها. دعني أرى. ماذا حصل؟ بئسا، كسر الزرق صغار الكرة البلورية. شكرا للسنافر. على الأقل لن يتمكنوا من حبس المزيد منا. أوه طبعا يمكننا ذلك. هيا ضع كرة بلورية أخرى في الخارج. السنافر أعجبوا بما رأوا، لذا سيعودون من أجل المزيد. أولا ياي. عودا إلى العمل أيها الخادمان. حسناً يا سنافر، انتهت أحلام اليقظة. ابحثوا عن أكول ومغرور ودعونا نعود إلى أعمالنا. ليس أنت يا شاطر؟ هل تعتقد أن بإمكانك إيجاد كرة بلورية أخرى مثل تلك؟ لا أعرف يا بابا سنفور، لكن يمكنني البحث. جيد، افعل ذلك شاطر. لن أستطيع الانتظار لأرى إن كانت ستتحقق أحلامي. أعتقد أن هذا هو المكان. رائع، إنه يوم حظي. عجباً، ما هذا الصوت؟ إذن ها أنتما. ها شاطر، ماذا تفعلان هنا؟ الكرة البلورية هذه التي وجدتها سحبتنا إلى هنا. وبعض الأقزام الأشرار يجعلوننا نعمل لدرجة الموت تعبا. هيا يا شاطر اطلبي المساعدة. لن تذهب إلى أي مكان إلا إلى العمل. ياي، سأعود للمساعدة. اركض يا شاطر. الحق به، يجب ألا يهرب. نور الشمس. غبيان، لقد هرب والآن سيحذر الآخرين. ماذا يمكننا أن نفعل؟ هناك شيء واحد لفعله، الحق بي. بابا سنفور، بابا سنفور. أحسنت يا شاطر، وجدت واحدة. أوه لا، لا تلمسها بابا سنفور. شاطر، يمكنك استخدامها بعدما أنتهي منها. لكن بابا سنفور، هذا فخ. أجل أجل، فخ؟ قبض أقزام على أكول ومغرور، وكل ذلك بسبب هذه. الأفضل لك إخباري القصة بكاملها يا شاطر. قوي، إليك المزيد من قوي. لا يمكننا التوقف الآن، لطالما قال بابا سنفور لا تسنفر عمل اليوم إلى الغد، لأنه ممتاز، تابع الحفل، قريبا سيصبح كل سنفور ملكنا. لا 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 لا. يا للسنفرة، لابد من أنني بقيت في الشمس وقتا طويلا. أصبحت الذرة تنمو بالمقلوب. عندها رقدت نحو القرية. منسجم، الإنذار. لكن أين ذهب الجميع؟ لقد اختفوا. اختفوا؟ لابد من أنك تمزح معي. إنهم الأقزام. أنا أكره الأقزام. مهلا، أفلتني. بسرعة، أمسكوا ببابا سنفور، اسحبوا. النار. إذن الأقزام لا يحبون نور الشمس. لكنهم لا يحبون السنافر. اهربوا. تسلق الشجرة، ستكون في أمان. بابا سنفور، إنهم يخرجون من الأرض، ماذا سنفعل؟ مهلا، لقد وجدت الحل. إن كان بإمكان الكرة البلورية هذه إرسال السنافر تحت الأرض، إذن يمكنها إرسال أشعة الشمس. أيها الأقزام الأشرار، لن تنجو بفعلتكم هذا. صديقاك المتبقيان فوق هما من لن ينجيا. كراك، الكرة الأصلية، هناك مشكلة. نور الشمس. هيا، يبدو أن الأمر نجح. صدوا كل
تتداوى يا سنفور إن يدخل أو يخرج. حاضر جراهاك. نور الشمس. إنه أمامنا بابا سنفور تماما عند هذه الزاوية. توقف، هل أنت سنفور أم قزم؟ أنا قزم. حسناً، يمكنك المرور. بابا سنفور؟ أريد استعارة هذه المطرقة فقط. ما هذا؟ النور، لقد اختفى. واه، وكذلك كل السنافر الخادم. لا، لم يهربوا بعد. يا ويلي، النجدة، لقد قبضوا علينا مجددا. النجدة يا سنافر، شدوا شدوا. نحن نشد. اسحبوهم يا أقزام، لقد أصبحوا كلهم ملكنا الآن. كانت من دون فائدة، وخاصة أن السنافر كشفوا سرنا. ابدأوا الحفر والتراجع نحو الأعماق. لا يمكننا أن نقترب هكذا إلى السطح مجددا. المزيد من الحفر. ولا خدم لمساعدتنا. خفف من الكلام وأكثر من العمل. حسنا، لا بأس بها كاميرات، لكنها لم تعد ترينا أحلامنا. لقد اخترعت لعبة جديدة بها. جاهز قوي؟ جاهز يا سنفورة. ها أنا أرميها. ضربة موفقة. هاي مهلا، دعاني ألعب، إنه دوري. إنه دوري. أوه بابا سنفور، أتريد أن تلعب؟ لا، لدي الكثير من الأعمال، لكننا سنلعب كلنا بعد أن تنهوا أعمالكم. والآن إلى العمل. هيا بابا سنفور. ضربة موفقة. حسنا، لو عملت فقط ولم ألعب أبدا لجعلني هذا سنفورا مملا. عشاؤنا من الحق به. أيها الجرذ القذر، أعد إلينا الخبز حالا.